للحراق باش نبدا معك انت وليد نحلوا ملف التحكيم سؤال كبير توا الجمعه عوده البطوله نهايه الاسبوع فما بطوله ولا فما بطوله والا لا اذا يرجع الحقيقه للحكام وللاداره وطريقه تعامل الاداره الجديده معهم ولجنه التسويق الحقيقه هذايا شان يهم الاطراف هذه معناها عوده البطوله م. معناها كي تبدا فما كوميونيكاسيون باهيه كي تبدا فما تعطي قيمه وقدر للحكم انك بتحكي معه علاش على خاطر الحكام طالبوا انهم بعديد الجلسات سي مراد الدعمي خرج في الموزاييك ولا في الديوان قال غدوه عندي جلسه مع حكامي مع الحكام ديما نقول حكامي معناها تلما نقول حكامي معناها قال عندي جلسه معه وبعد بعد يجي تليفون الحكام يقول لهم فما جلسه على خاطر باش يك... باش تقرا هذا باش تفسر نقراها اغزر راهي هي الدنيا مواقف الحقيقه فما تعالي شويه على الحكام هو يلزم يعرف حاجه سي مراد الدعمي اللي فما استقلاليه واضحه بالبصمه داخل الجامعه الاداره كانت مستقله مع سيدنا جيجويني. جويني هذا شان داخلي بالنسبه لي انا ما نحطش فيه آه سيد معناها رئيس لجنه التسويه انا ولد انا انا بو الحكام انا نحكي معاهم سي ناجي جويني دو جاء في 24 ساعة عمل اجتماع اخباري فماش أزمة. وأنت في عمق الأزمة ما تعملش اجتماع، عمل اجتماع اخباري بالحكام. ما نحكيش على الإضراب يا سيدي، أنا كلجنة جديدة جيت باش اجتماع اخباري بالحكام. وامبليسيتمون نجم نحكي معهم ونجم نوضح الـ الـ الإشكالية الموجودة داخل الجامعة التونسية كرة القدم ونعرف أنا نقنع حكامي هذاك القائد، القائد هو اللي يلم ما يفرقش، القائد اللي يبدا عنده حكمة القائد اللي تسم بالرسانه نجي قائد اه قائد اعلى قائد وهرب قائد خلي اعلى خليه قائد اعلى آه القائد هو اللي يعرف يلم يعرف يدير الازمه من الداخل ومن الخارج يكون عنده خطط أس خطط لي معناها حل حالة الأزمة هذا القائد م. معناه سي مراد كان معناه نجمع مجتمع مخبري بالحكام يحكي معه مباشرة ونأكد لك نحن أولاد العائلة التحكيمية ما نتصورش في ذل وجود قامة كبيرة كي مراد الدعمي وقامة كبيرة كي سي هشام جيرات وقامة كبيرة كي على العروسي المنصري وقامة كبيرة كي زبير نويرة أنه الحكام ما مي معناها ما مع الأشخاص هذام من المستحيل إذا كان فما حوار كانوا يتفاعلوا معهم بصفة إيجابية امم هاي خلينا ناخذ عليك من عندك مختار ما دخلنا في مقارنه ما بين ناجي جويني ومراد الدعمي اللي معناها كي تجي تقارن الزوز الفترات اللي تخدمنا فيها لا المقارنه فيه. لا تجوز لا لا ما قارنتش المقارنه لا تجوز نفهم ما بين سطور معناها ناجي في قام ما... اخرى ومراد في قام اخرى هكا حبيت تقول لي انا باش نقول لك معلومه غزول تقول لي انت قائد قائد سامحني لا 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 ما تحرفش كلامي انا قلت سي مراد قامه كبيره من قامات التحكيم اما في التسيير ما تنجموش تقارنوا سي مراد معناها خذا دي بوست ماهوش في مستواه في العهد السابق معناها مش في العهد السابق معناها في في المكتب الجامعي السابق معناها ما كانوش في مستوى القامه نتاع سي مراد الدعمي ورضى بهم وكان متواجد وكان معناها متواجد كمسؤول معناها مش حاجه جديده علاش نقول ما تقارنش انسان عمل تجربه ب 20 سنه في التسيير باش تقارنه بشخص مازال مسكين مم وفي اول واجهه معناها جاته ازمه لا مش كيف كيف ما تقارنوش في البالماريس ما تنجمش تقارن تنجم تقارنوا يا سيدي نقولوا سي مراد الدعمي بالماريس مسكين باش و... ما تفهمش بالغلط من آه سوء حظه تقصد ما من سوء حظه صحيح, صحيح. معناه ما نقارنوش انسان عنده تجربه كبيره تراكمت عشرين سنه وكان معناها علاقاته كبيره مع الفيفا ومع الكاف ومع كذا، رصيد كبير من العلاقات، مع انسان كانت عنده تجربه معناها في موقع لا يليق بقيمه السيد مراد الدعمي، الان هو الرجل الاول في اداره التحكيم، بطبيعه توا باش نشوفوا سي مراد معناها فيها. مش معناها المقارنه ما نقارنوش هذا بهذا، لا، التجربه بطبيعه مش كيما واحد عنده 20 سنه تسير كيما واحد مازال معناها في خطوته الاولى يتسمى معناها في التسيير في كراس آه كرس رجل الاول في اداره التحكيم انا والله طلب من اسلام ما يمسش تليفونه خاطر بارك الله يبعث له في الميساجات تو يبعث له حتى اللي هو اللي هو آه. مش هذا كل كلام من عند برك الله سيبه من بارك الله سيبه من بارك الله هو طبع فينا هو طبع يبعث الميساجات و... هو برب... يمكن يمكن خويا مختار تفاجئ بال بالفصاحه بالفصاحه مختار خلينا في الموضوع انا انا هنا راهو الحكام مراد الدعمي يرجع نجي جويني ترجعوا ودي الجري الحكام راهو على نفس الموقف والله العظيم تفاجات من 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 من, من الاضراب هذا نتاع الحكام وانت عشت معنا وليد ما قدرنيش تعرف معناها مش ما قدرنيش ما قدرنيش نعمل وقفه احتجاجيه تعرف معناها والله بهت انا الاخر وقت نقول راهو باش يفرشوا خاطر ديما الحكام في وسطنا شكون هنا رغم انه فما بعض اللي ما وافقوش على الاضراب وناقصين ماتشوات وحبوا يزفروا ومشاو للبلايص هذوما لكن الضغط الكبير نتاع سمعني اسمعني اللي تقعد بها اسلام روحوا كم صغار راو دي جون عندهم مواقف وعندهم ويتكلموا بالقديه وعنتين وما حاشناش بالكارير وما حشتيش نقعد في التحكيم وما حاشتيش بها الزفاره هذا اللي كان ينقصنا نحن الجيل نتاعنا الجيل نتاعنا كنا مخترقين من من النوادي ومن مسؤولين النوادي مستحيل كنا النجم نعملوا شطر ربع وهو وليد عايش معنا راهو نتكلموا حاجه في لونترينمون من بعد لعبت كل شت تليفوناتها لعبت كل تصب للمسؤولين نتاع النوادي بادره طيبه نحب الحكام يواصلوا لكن السؤال هنا ما نجمش نوجهوا الو... الوليد ونوجهوا كيفاش التصرف تو حكينا على ودليل الليل ومع احترامي لهم تو رانا على كلوب افريكان سي اس اس راهو الجمهور باش يدخل هنا الحكام كانوا واضحين، هو باش نعطيك زاد أنا حاجة أخرى. تو حاليا يظن فما اجتماع في, الجا في الوزارة م. لا تأجل, تأجل الاجتماع تأجل. بعد وفاة والد والد الوزير صادق المرايد المجهول بالساعة بالتعزية ربي يرحم الوالد نتاعو، تأجل الاجتماع يبدوا لي غدوة وإلا بعد غدوة. ربي يرحمه، أنا بالنسبة لي أنا تأجيل الاجتماع مش في صالح البطولة. الحكام الحكام إذا يظل يفترق باش تأجل في نهار معناها مش النهار هذاك عنده يحط السوكون تاعه يجتمع بيه، مم. أنا بالنسبة لي أنا فما وضع حساس الحكام تو طالبين فلوسهم آه الفلوس مقسمة ما بين حكام نخبة لي جون والمراقبين. انا بالنسبه لي انا الدوله لازمها تتدخل توا وتسوي وضعيه الحكام نبعدهم على لجنه التسويه اللي كونوا توا السيد كمال موجود في الكوديفوار يجي نهار الاربعاء الماتشوات نهار السبت مش عارفين مش تصير مش باش تصير الحكام على موقف واحد رغم انه صارت راهو محاوله نهار السبت في الليل كونوا بالاجتماع هذا يرجعوا زفر من حد وهنا باش نسأل اسلام اخي رئيس الرابطه الكره قدم محترفه فماش شكون يقول له اللي كونه اشطر الماتشوات ما تلعبوش فاش قام تاكد على استمرار التعيينات في النهار الاحد فاش قام تعين فيهم من اصلا انت من الاول وعلاش هالاصرار هذوما معناها دخلت ما زلت انت في صراع مع الحكام وتوا الحكام راهو مش داخلين في حتى صراع الحكم فما حكام فما حكام السيدي تسال الجامعه تو 12 مليون هكا ولا هكا صحيح صحيح شنو هو اكبر بربي انت عندك شنو هو اكثر حكم يسال الجامعه في الاقصى يمكن 10 ملايين ولا فما معناها المونتون هذا فما كبير مليون وفما فما مونتون كبير معناها ما ينجمش الحكم تو في مخه خويا تحب تعطيه زفر هاو سيدي نحيلو المافيول يا تمشي زفر بالطريقه هذه ومن بعد يجي مختار دبوس وعادل زامول والمرواني مو يبدا يذبح فيهم انت ما تجيش حتى احتراما لهم هما خويا اعطي اللعبات خويا بل اقعد معاهم تفاوض معاهم رغم اني عندي يقين انا اللي كونه ما فلوس لو زرمش باش تعطي فلوس للجامعه والجامعه بلوكية في فلوسها هنا الحل باش عند الحكام البطوله كيفاش باش تكمل م. فما ماتشوات رانا قاعدين نحكيو على ا ما ناش نحكيو على جماهير الناسيونال ا ماش قاعدين نحكيو على جماهير الناسيونال بي اي أه أه حبي تعلق بسرعه خلينا نسمع الجيد مش على قال كلمه مهمه ومهمه جدا السي مختار دبوس قال تفاجات خوفي كل الخوف لتكون زاده لجنه التسويه متفاجأة والاداره الوطنيه للتحكيم متفاجأة خوفي كل الخوف اللي بعد شويه وما يعرفش واقع الحكام والشباب شباب راهم ما تحكي مع شباب فما تكنيك دو كومونيكاسيون تحكي بها معاهم راهو شباب مهمش ما قبل الثوره إذا ما شباب ترباو في الاعتصامات وترباو في الاضرابات وترباو في كذا ولات عندهم شخصيه ولات عندهم كلمه